لاعب حمزه يطعمه، حدوتي 30 سنه، لاعب وفاق الصيف. خيرت وفاق الصيف عن قناعه، وان كان عندي اتصالات خارج الوطن. صننت باش نجي لوفاق الصيف لانه فريق يلعب الالقاب وفريق يعني عنده استقرار في الطاقم الاداري. يعني هذا هو الشيء اللي شجعني باش نجي لوفاق الصيف وباش نزيد وسي نبان. نجاح لاعبين في وفاق الصيف هي البالمارس تاع الفريق. يعني لما تجي مهم المسيرين عندهم ما نقدرش نقول لا حيله ولا ذكاء، كي يجيبوك تمضي في الفريق يديوك تزور الميزي تاع الفريق. يعني لما تشوف الالقاب اللي توجوا بها الفريق وتشوف اللاعبين كبار اللي يلعبوا في وفاق الصيف، هذا يعطيك دعم معنوي باش تمدي كاع واش عندك. كل مدرب عنده الفلسفه تاعو، عنده الخاصيه تاعو. يعني احنا كلاعبين لازم علينا ندمجوا مع كل طريقة عمل تاع مدرب. يعني كان عندنا الحظ ونفزنا بلقبين مع خير الدين مضوي، ومزعفوش الحظ باش يزيد يكمل معنا المسيرة. يعني والآن رانا حاليا مع المدرب عبد الحق بن شيخة اللي عنده خبرة، وكان درب فريق الوطني وفريق فريق مغربية. نظن باللي عنده التجربة اللازمة وعلينا باش نعاونوه كلاعبين. ما لقيناش التركيبه اللي كانت العام الماضي واللي كنا نفوزوا على الفرق بسهوله. يعني هذه هي كرة قدم، يعني لازم نكملوا نخدموا. عندنا تيبي مازامبي هو حائز على نظن 4 كؤوس، عندنا وفاق الصيف بزوج كؤوس، ومولود الجزائر عندهم كأس، وفريق ديفا الجدير اللي هو يقوم ب يعني يقوم بنتائج ايجابيه يعني في الدوري المغربي ولا في الدوري التمهيدي. يعني بصراحه مجموعه قويه، وحنا ان شاء الله نكونوا واجدين ونكونوا بيان بريباري باش نجوزوا الربع النهائي ان شاء الله. كاع اللاعبين كي يلعب رابطه القطاع يقدر يلعب يكون الاولى والاخيره، يعني راح يمد 100% داخل الملعب. يعني تكون منافسة ضد أندية كبيرة، يعني اللاعب ما يسحقش باش تحمسه باش يلعب ولا باش يفوز، راح يكون متحمس. يعني نظن باللي الجماهير تاعنا نقول لهم باللي عندنا فريق إن شاء الله نديروا كاع بوسعنا إن شاء الله باش نحققوا نتائج إيجابية، خاصة في المقابلتين. ديجا من الآن رانا نخمو في اللقاء تاع تي بي، لأنه راح يكون لقاء صعب ويكون لقاء مصيري لنا، خاصة ونلعبوا خارج ديار. ونعرفوا بلي في رابطة الأبطال الإفريقية يعني كي تجيب نتيجة إيجابية من خارج ديار يعني يكون عندك حظوظ كثيره باش تفوت للربع النهائي. يعني هذه هي كرة القدم، يعني دابا لازم نكملوا نخدموا. يعني وعندنا مجموعة يعني متكاملة، نظن باللي ولا نكملوا هكا في الخدمة وفي التدريبات راح يكون نتائج في يعني من شهر ماي حتى لشهر اكتوبر راح يكون شهر، هاد الاشهر يكونوا حاسم ان شاء الله. احنا كلاعبين ونديروا الواجب تاعنا داخل الملعب، ونتمنوا يكونوا ان شاء الله نتائج ايجابيه، خاصه في رابطه ابطال افريقيا اللي الشعب تاع الوفاق يحب كثير هذه المنافسه.